السلام عليكم. طبعا الفيديو زي اللي هنتكلم فيه النهاردة يا جماعة ياريت كل واحد ياخد باله منه كويس جدا، لان في ناس كتير سألتني على الموضوع ده. طبعا كل واحد بيفكر يعمل مشروع او عايز ينجح مشروع او عايز يأسس مشروع، طبعا كل ده بيفكر فيه، بيفكر ازاي المشروع هينجح، بيفكر ازاي المشروع لقدر الله هيفشل منه، كل ده وارد. طبعا في المجال اللي احنا بنتكلم فيه، احنا بنتكلم في مجال الثروة الحيوانية بخصوص العجول. طبعا بخصوص العجول عشان تعمل منشأ كويس وتعمل انتاج كويس وتعمل نجاح كويس، بالنسبة لو كنت مربي في مجال التسمين، عشان تعمل شغلة التسمين لازم أن تختار السلالة اللي هتبقى موجودة في مزرعتك. ناس كتير سألتني ايه هي اهم السلالات يا استاذ محمد اللي احنا ممكن نربيها عشان نقدر نحقق منها عائد. طبعا كل السلالات بلا استثناء بعيدا عن السلالات المحلية فهي ممتازة. وطبعا انا يمكن عملت فيديو وقلت فيه ان السلالة المحلية ليه عندنا مش بتحول بالطريقة الكبيرة ديت، وهسيب لكم ان شاء الله عنوان الفيديو في اول تعليق ان شاء الله رب العالمين، لو حضرتك عايز تتفرج عليه هتلاقيه موجود. طبعا الحاجة اللي انا عايز اوضحها لحضراتكم في خلال الفيديو دوت، انك انت عشان تختار مشروع تسمين لازم انت تبقى عامل حساباتك على رأس المال، ودي اهم حاجة. تاني حاجة اختيارك للسلالة، وده السؤال المهم اللي ناس كتير سألتني عليه، سواء كان تليفونيا سواء كان في تعليقات سواء كان على القناة، كل حاجة انا حابب ان انا اشرحها لكم او اوضحها لكم، عشان لو حابب تعمل المشروع او صادفت وشفت الفيديو بتاعي تبقى عارف الدنيا بتاعت حضرتك هتمشي ازاي ان شاء الله رب العالمين. طبعا اي سلالة، سواء سلالة الانجس، الشاروليه، اللاموزين، السيمنتال، البراون، المونبليار، النورماندي، كل السلالات دي جت مصر. اللي انا بكلم حضراتكم فيه ده كل السلالات دي جت مصر. طبعا عشان السلالات دي جت مصر فاحنا بنتكلم بناء على وجود السلالات دي في مصر. طبعا في الاف السلالات في دول الغرب والعالم كله ديت برضو، بس لسه ما دخلتش مصر، وبنتمنى من الله ان السلالات الانضف دايما تخش مصر عشان يبقى في تطور في مجال الثروه الحيوانيه. اهم العجول بقى اللي انت ممكن تشتغل عليها سلالة الانجس الاسود، وقد يصل معدل الموازين بتاعتها الى طن و500 كيلو. سلالة السيمنتال، سلالة البراون، سلالة الشاروليه، سلالة اللاموزين، كل السلالات دي بتعدى الطن، فما تخافش من حاجة اسمها تارجت ان انا وصلت لعدد معين من الموازين فوقفت. دي صعبة جدا جدا جدا، ما تتخيلهاش، هي مش عاملة زي الفراخ البيضة بتوصل لميزان معين وبعد كده تقل، لا. او بالنسبة للعجول كمربيين محليين بتوصل العجل الوزن 400 500 600 كيلو ويبتدي يخس معاك او يقل في الموازين. العجول دي ما بتربطش عند ميزان يا جماعة، بمعنى انك انت لو حابب تشتري عجل 500 كيلو وتربيه العجل هيزيد معاك وهيوصل معاك لحد معدلات الطن لو انت عايز تكبره او تزود في ميزانه. فطبعا كل العجول دي يا جماعة ممتازة جدا جدا، ولكن انت بتتخصص حسب مجالك، بمعنى المكان اللي انت فيه حابب السلالات الانجس خلاص يبقى انا اشتغل انجس. المكان اللي انا فيه حابب السمنتلات، يعني في ناس كتير حابة السمنتلات، في ناس كتير حابة الانجس، كل واحد بيبقى على حسب رغبته وحسب التكيف بتاع الشغل بتاعه. اما بالنسبة للسلالات فالسلالات كلها بلا استثناء ممتازة يا جماعة، تحولاتها ممتازة. الاهم من ده كله انك انت لازم أن تراعي ربنا في الاكل والشرب، لان انا ممكن اديك عجل معدلات التحويل بتاعته بقد تصل الى 2 كيلو ونص ومعاك ما يجيبلكش تحويلات كيلو ونص، وده اللي احنا ان شاء الله هنعمل له دراسه جدول بناء برضو على طلب ناس محترمين مننا، اننا نعمل لهم دراسه جدول واقعيه باذن الله رب العالمين عن الوقت الحالي اللي احنا فيه بامر الله، وان شاء الله هعملها لكم، وبتمنى ان كنتوا تتابعوني. والنقطة اللي انا عايز اكلم حضرتك فيها قبل ما نخرج منها، انك انت لازم أن تباشر الحيوانات في الاعلاف. هل العلف اللي انت بتقدمه ده بيدي معدلات تحويل ولا ما بيديش؟ لان انا ممكن اديك عجل معدلات التحويل بتاعته عالية جدا ولكن انت ما بيحولش معاك، وتيجي تقول لا دي العجول دي مش كويسة والكلام ده كله. طبعا هنعمل ان شاء الله برضو فيديوهات باذن الله رب العالمين عن السلالات الاوكرانية، السلالات الاسبانية، السلالات الجنوب البرازيلي واللي هو متواجد دلوقتي ان شاء الله رب العالمين، الموازين بتاعته بدءا من 200 لحد 250 300، موجود بفضل الله رب العالمين. كل السلالات اللي بنتكلم فيها موجوده هنا في مصر، لو حضرتك حابب هتتواصل معانا. الحاجه اللي اهم من ده كله انك انت راعي ربنا في المال اللي انت ربنا ادهولك عشان ان شاء الله تبقى دايما في الزياده. يبقى اهم حاجه عشان ما نطلعش من الموضوع السلالات الانجس، شاروليه، لاموزين، سيمنتال، براون، بلجيم بلو، نورماندي، كل السلالات دي دخلت مصر بفضل الله رب العالمين، كل السلالات محترمه.
تحولاتها ممتازة. المهم انك انت تختار السلالة اللي تريح عينيك وتحتاج منها الشغل اللي انت عايزه، وربنا يوسع على الجميع. بتمنى ان يكون الفيديو عجب حضراتكم، وبتمنى ان كنتم تتابعوني، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكم منا كل جديد. كان معكم محمد ابراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.